ورجعت لكم بعد الفاصل. وعندي بقى دلوقتي الطاسه سخنه جدا، لازم هنظم البرجر بتاعنا. صدمه الاول عشان الانسجه تتشد كويس قوي، لازم تبقى الطاسه زي ما انتم شايفين هي بتطلع دخان، تبقى سخنه جدا. مش هعمل بقى زيت كتير، انا مش هقليه، انا هشويه. فبس انا هحط زيت عشان يفصل الطاسه عن اللحمه، وهي فيها دهون كويسه فهتساعدني ان انا محتاجش ان انا ازود دهون كتير طول الوقت اللي انا بشوي فيه. مش عايزه اغرق، في ناس بتغرق الطاسه اللي بتعمل فيها البرجر زيت كانها بتحمر، احنا مش عايزين كده. بصوا بقى لما بيتشمع بيطلع بالمنظر الجميل ده، بيكون حلو قوي كده. ما عندناش بقى المكبس او مكسلين نجيبه او ايا كان، عشان دايما بحب اقول لكم البدايل، ممكن عادي بغطى اي برطمان تغسلوه طبعا كويس قوي، وبعدين تحطوا برده فيه شويه زيت صغيرين بفرشه كده، وبعدين تحطوا كده القرص العجينه بتاعه البرجر اللحمه، وبعدين بعد ما تطلعوها تجيبوا سكينه وتعملوا الشرايح دي، وانا عملتها معاكم قبل كده في برجر الفراخ. قلنا لو مش عندنا المكبس هنستخدم ايه بديل، وازاي هيكون شبيه بالظبط للمكبس. بس طبعا هو حاجه انتوا تحتاجوها لكذا نوع، يعني ممكن تعملوا بيه كذا نوع برجر، هو مش اللحمه بس. فانا شايفه ان هو حاجه مفيده، يعني حلو ان انتوا تجيبوه يكون موجود عندكم. عندي بقى طاسه ثانيه، دلوقتي هبتدي اعمل الحشوه بقى بتاعتي اللي انا هحطها كطبقات، عشان عايزه اقدمه بقى بنفس فكره الطبقات اللي احنا بنشوفها بره، التشيز سايحه في البيف بيكن المدخن. احط زبده كده، وعايزه اشوي كمان الخضار اللي هحطه على البرجر نفسه، مش عايزه اقدمه كده فريش، عايزه اقدمه مشوي بطعم كل حاجه مشويه. اقلبه الناحيه التانيه، بصوا لونه جميل ازاي. لونه حلو جدا، شوية صغيرين، وهبتدي ازود نسبة الدهون، ازود مكعب زبدة وشوية زيت صغيرين، واسيبه برضو يكمل السوا بتاعه كويس. عندي اهو الزبدة والزيت ابتدوا يسخنوا، اروح مزودة على طول دلوقتي البيف بيكن. البيف بيكن ده بيبقى عبارة عن زي البسطرمة، او يعني حاجة شبيهة للبسطرمة، بيبقى فيها من هنا دهون بتنزل طعم حلو قوي، وفي نفس الوقت بتبقى لايقه جدا مع البرجر. ودلوقتي بقى نوع ساندوتش موجود في السوق بنفس الطريقه دي، بيتقدم كده فوق شريحه البرجر، بنلاقي على طول شريحه من البيف بيكن ده، الدهون اللي فيه بيبقى طعمها حلو جدا، فبتدي طعم حلو جدا للساندوتش. طبعا مش بنحطها فريش، لازم يعني بنديها صدمه كده خفيفه على النار، عشان تدي طعم الشوي يبقى كله مشوي وكله شبيه لبعض. احنا كده دلوقتي كله عاملينه على درجة حرارة عالية، لحد لما نحس ان هو ابتدى يستوي، ابتدت الانسجة تمسك نفسها اكتر من كده كمان، هنبتدي بقى نقلب الناحية التانية ونهدي درجة الحرارة شوية علشان ما يلسوعش معانا. ممكن بدل البيف بيكن تركي، ممكن بدل البيف بيكن ممكن تحطوا جبنة بس لو مش حابين فكرة اللحوم، يعني ممكن مشروم تشوحوه برضو بزبدة وزيت كده صغيرين، مع شوية زعتر، مع بصلاية صغيرة. في كذا طريقة دلوقتي للتقديم، يعني في اختراعات بقت موجودة. في ناس دلوقتي بتحط بطاطس مفرومة على الوش، بتحمر بطاطس وتقطعها كده صغير كأنها مفرومة وتقدمها على الوش، ففي بدائل كتير دلوقتي. هقلبه كده الناحية التانية، هو ابتدى ياخد لون حلو قوي. بصوا بقى نسبة الدهون اللي فيه هي اللي بتساعده انه يفضل فاتح لحد الاخر مش غامق. لو هو احمر كله، كل ده هيبقى اسود في ثانية، مش هياخد وقت خالص. انا دلوقتي انا شديت الانسجة بتاعته تمام كده، ابتدي بقى اقلب عشان عايزاه يستوي من جوه حلو. احنا كده شديناه من بره، انا كنت عاملاه على 9، دلوقتي هنزل لخمسة مثلا، يعني حوالي نقول نص الحرارة، ونسيبه بقى.
حطيت كده مكعب زبدة، هحاول اشربه فيها كلها كده. كل البهارات اللي انا قلت عليها مش رئيسية، كلها حاجات البهارات اللي انتوا بتحبوا وتحسوا بطعمها حطوها. يعني انا دلوقتي حطيت جوزة الطيب، حد مش بيحبها خالص يشيلها. حابين تحطوا ثوم مفروم وزعتر بس تمام. حابين تبدلوا فكرة كيس البهارات بتاع البرجر، ممكن تجيبوا زعتر وبابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، يبقى انتوا كده استبدلتوه كده برضو تمام، مفيش مشكلة. فهو عبارة عن بهارات احنا بنفضلها، مش لازم اللي الشاف قايله. يعني هي في الاخر انا وريتكم فكرة انتوا بتعجنوا ايه كعجينة للحمة وبتسووه ازاي، لكن انتوا بتحب طعم ايه اكتر. الحاجات اللي انا قلتها دي طعمها حلو جدا، انا مجرباها، بس ممكن تكون انتوا مش بتحبوها، ممكن تبدلوها. في حد بيحب طعم الروزماري اكتر من الزعتر، عادي يحطها. احط كده شوية بصل. انا ليه حطيت في نفس الطاسة؟ عشان عايزة الدهون اللي نزلت من البيف بيكن تدي للخضار بتاعي طعم حلو، دي الفكرة يعني بتاعتي. مش حابين الخضار المشوي عشان في ناس بتحبش تشوي الخضار، عادي تحطه فريش. في ناس بتحب برضو تحط الخيار مخلل، برضو ده عادي، ده حلو برضو، بيبقى حلو مع البرجر. في كذا فكرة يعني. التسوية زي الستيك، دلوقتي في ناس بتحب البرجر، في مطاعم كتير بتسألك عايز البرجر تسويته ايه، تسويته كاملة ولا نص تسوية. فلو احنا نص تسوية اللي هو يبقى فاتح كده شوية، مش مستوي للآخر زي دلوقتي في الطاسة، دلوقتي هو هيكون جاهز معانا، اللي هو الميديم ويل، هو كده ميديم ويل، لسه مستويش تسوية كاملة. لو حابينه تسوية كاملة هنستنى بقى شوية، لحد زي ما انا هعمل دلوقتي، لحد مثلا ربع ساعة كمان يكون جاهز معانا. عندي اهو البصل مع الطماطم، حلو قوي. معايا ايمي على التليفون. الو، ازيك يا ايمي؟ مساء الخير. عامله ايه؟ كله كويس؟ كله تمام. اخبارك ايه؟ انا تمام. تحبي البرجر ولا لا؟ جدا. عندك اولاد؟ اكيد بيحبوه صح؟ جدا. عايزه اشجعك بقى تعمليه في البيت الفتره الجايه. طبعا. شفتي سهل ازاي؟ سهل قوي. وهو اصلا من الوجبات الاطفال بتحبها، جنب الفرايز بقى جنب كل حاجه. يعني وجبه سريعه وهم بيفضلوها قوي، عشان فكره ساندوتش وخلاص. دايما الاطفال ما بيحبوش فكره الوجبات والتقديم الحاجات الكتير يعني. بالظبط. انا بقى كنت عايزه اطلب من حضرتك وصفات اللي هي الخاصه بالسي فود. قولي لي. لان انا جوزي عيد ميلاده 8/7. ايوه. وانا قررت اطبخ له حاجه بيحبها يعني. طبعا. اوكي. عايزه تعملي له ايه؟ شوربه السي فود. شوربه السي فود؟ حاضر. اللي هي بالكريمه؟ اوكي. وايه تاني؟ وسمك الثعابين، لان دي هتكون يعني السمك العادي يعني ممكن يكون اسهل بكثير من سمك الثعابين. انا عن نفسي ما دقتوش قبل كده، فعايزه اعرف طريقته. انت هو بيحب سمك الثعابين؟ اللي هو المقلي. اوكي ماشي، هعمله لك. حاضر. بس جدا. لا، في حاجه تاني غير دول؟ لا. ولو تورتايه بقى. والايه؟ مش سامعاك. نظبطه كمان بتورتايه بقى، يبقى تورتايه؟ لا حاضر. بيحب الشوكولاته ولا الكريمه؟ لا تشوكلت. بس تكون سهله بقى يا دكتور، عشان لا يعني حاضر. انا لسه سنه اولى مطبخ. لا حاضر، هعمل لك. حاضر اكيد. ميرسي يا امي على تليفونك. ميرسي حبيبتي، شكرا. ان شاء الله الخميس اللي جاي هنعمل مع بعض سمك الثعابين، وهنعمل لها شوربه سي فود. بصوا بقى اللون بتاعه فاتح وجميل، وعامل زي كرمله حلوه قوي كده، لونه مش غامق مش محروق، ده اللون الحلو اللي انا عايزاكم تعملوا بقى، توصلوا للون ده، يفضل كده لونه فاتح، يبقى انتوا كده ايه تمام، والدهون بتاعتي مظبوطه في الطاسه مفيش اي حروقه، يبقى انا كده تمام. انا كده ناقص لي الصوص، وناقص لي ان انا ابتدي كمان ادي للعيش بتاعي شويه سخونه. فانا هطلع فاصل دلوقتي، اشيل الدهون بقى في الطاسه دي
وارجع نشويه مع بعض. العيش عايزه اديله لون حلو برده كده يكون كرانشي جميل. وكده احنا شوينا البيف بيكن والخضار، ناقصلي الصوص، وابتدي اعمل طبقات البرجر. استنوني رجعت لكم بعد الفاصل، وريحه البرجر عندي تحفه، هموت واكله بجد. بصوا بقى الطاسه نسبه الدهون كويسه جدا، ما احتاجتش ان انا ازود اي حاجه، الدهون اللي في اللحمه نزلت حلوه قوي، لحد دلوقتي لونه فاتح وحلو جدا، مش محتاجه خالص ان انا ازود اي حاجه دي. انا هسيبه بقى يستوي دلوقتي، وهحط له كده الجبنه بتاعته على الوش. الشيدر الاحمر دي بتكون حلوه جدا مع البرجر. يعني احلى من الصفرة كمان. وفي الوقت اللي هي بتسيح فيه هبتدي على طول اعمل للعيش بتاعي صدمة بسيطة كده في مكعب زبدة زي ما انتوا شفتوا كده، عشان بس ياخد لون حلو ويبقى هو كمان سخن، ما يبقاش ساقع. والبرجر يعني دلوقتي كتير قوي من الناس بيعملوا بنفس الطريقة دي، سخنوا العيش عشان يبقى برضو واخد سخونة مع البرجر السخن فيبقى طعمه احلى. شوف بس حاجة اغطي بيها البرجر. بأي حاجة بقى عندكم، اي غطا هتحطوا كده تقربوهم كده من بعض وتغطوا عليهم كده عشان ايه الجبنة تسيح كويس، وهو بقى يستوي تسيح عليه حلوة قوي كده. انا بديله زي صدمة بسيطة جدا، بس بخلي طعمه احلى وبخليه سخن مش اكتر، مش بزود له اي حاجة، يعني هي بس صدمة خفيفة جدا كده.